ميستماس لمنو يشغفوم دا مقران غلو نتقيميت تجديد من جنوبنا النغ ستماء نودي نتمورت النغ أو نتقيميت إلا ننسي ولدي سفوين تخصان تيني أو نتطفي إلا يشانختيوش أجلي دا مقران أما نش إجي نتد إم زوار النغ إلا قان حافظ غفس أو نتروتو إلا نقدم كنا تعاد التطفي يتدمسا نتزاير النغ أو نتروتو تيني إلا نغر نغديس أنضا 20 مليون نتزدين دي تزاير أما نش أجار نألف ان نوع نونتيني لان ايديك داني ديون تقيميت منو يجيون سوازل نسن ان منغنوشن تطفي دي او نحريش ان نبدا ابدا مزوار سماس زنخري صالح دان الماد تزداويت دمسان احريش نتكراست اشنيني ماس زنخري تان مات اتليد معنا ديون تقيميت شكرا في تقيميت تونس وقيمينا قيم ان شاء الله ربي تعقب الحصه تعقب ما ينبغي ان شاء الله تنمرت مازن خري أما شي لا إذن نغمس حمدي عساب الحاج إلا نغنتا داس الماد دي تسقى من العلوم نغ إعزاما نتكراس دي تزداويت نورجن شني تنمرت إتليد إذن نغدي يوم تقيمت تنمرت مرحبا إن شاء الله أنفل سويني غنجم سويني غنسن نغني شربي إن شاء الله تنمرت مس حمدي عيسى ماشي لا ايد النغمس بطويل عبد الرحمن امري اعلان نتسقى نتكراس لولايه انورجلن السلام عليكم تنمير ثوما مرحبا يا سنغرون ان شاء الله تصفيت السنغي ونتفرجنا ان شاء الله يا ربي تنميرت انمنا ان لا دي اون قيميت انو شي كتطفين غير كتكردا يمدني الا نتبعنا نغز تيسيت نت التلفزيون في دوكزن التلفزيون الجزائري قبل ما نكمل ايوا النجار انزوان نغزر ايدوم او الروبورتاج الا يسوال سوين الا يتخصا تيني ادول نكمل ايوا النجار دي حريشة متجارو ومسوفة غنتيني ليتنقى محمد تينيس من أول نوعس دي تجميس إلا نغرم من بمدلي للولاية نورجلن أدنتا يسارام دي مسوفة سوزالس رانا نتفائلوا إن شاء الله يكون موسم خير بالنسبة لكمية الإنتاج إن شاء الله لباس تقريبا هذا أول عام بالنسبة للمزرعة هذه لأنها تقريبا راها مزرعة فتية تقريبا هذا أول عام كان الإنتاج يكون فيها إن شاء الله يعني في مستوى إن شاء الله إن شاء الله يكون في المستوى سيتبداون المستثمرات سوهيل نعاون نتكراست تلات عوان تجمين جلولي لانتماسين أسوجد السوق غناوس من نوع لنواع انتيني أما نشت نجم أتسنزم سوفغس لسواق إفريقيا إن شاء السنة راهو ما شاء الله بالنسبة للدقلة بيضاء والدقلة نور والغرس كل ما شاء الله إنتاج ما شاء الله نتوقعوا إن شاء الله تكون 400 قنطار كاينة إن شاء الله تاع الدقلة بيضاء بالنسبة للدقلة نور تكون 150 قنطار والغرس كاين واحد 60 قنطار غرس ايو لويك الرزن دي دباب الاستثمار نتكر زادي تجميوين نودي نتزاير الا نتملني قنوم سوف غدا مقران او نسقاس اما نشلن سجو مني مسنا انضى دنو عزيم الانتاجية في الموسم هذا والله يعني متفائلين الحمد لله يعني منعنا من الامراض هذه تاع البفروة وذا ونوعية التمر كانت جيدة جدا يعني خاصة الغرس والكمية ثاني في المستوى المطلوب نتوقع هذا الموسم بإذن الله تعالى أكثر من 1,200,000 قنطار أهمها نقول أهمها يعني النوعية الكوميرسياليزي والمعروفة هي دقلة نور نتوقع إنتاج لهذا الموسم الفلاحي 2023-2024 إنتاج يفوق 850,000 قنطار الذي يضم هذه الأصناف المذكورة سابقا هي دقلة نور ودقلة بيضاء وغرس وأصناف أخرى سندن تزدين يتطود الملايين أم زوار نسن دقلة نور إلا يتسجو من ضل الملايين القناطرس الغلة تنتيني دي تزاير دي قطط في وين وسين تتسعاون دورة فقن الدولة بعد ما نخر بعد ما نخزر راهو تيفريتي لان سوالن يعني سلوفرت نتومور دا صغرت ماس حمدي عيسى بالحاج يتليد يعني دا سلمات تزداويت اني تخصان يعني اعزمن نتكراس نخسن السن يعني سلان سيول يعني سلوفرت الغلة تزعيم تناونتينيو تزديت دي قن نوع نونكال يعني يلقى سي قن نوع نتمور تنغي قن نوع نتهلا سوامان نخسن السن او نتسيلن غاد لاقن باش غنتاوي تزديت الغلة تزعيم ربي يحفظ فعلا الا يعني مهم جدا تزديس انه تسد في النوع الاول من التموره ثمرت نجدين ثمرت سملاح ثمرت نضغ ولكن النوعيه تاع خاطي كيف كيف ملا التمر كيف كيف يمكن النوع اللي قل ما نبي مثلا نختشر
يختشر من مثلا ثمر الملاح ثمر الكالكي ثمر النجم ربما الذوقس تاعي كيف كيف مثلا عاد اين ولا بزان غير تاثير الوقت ولكن على العموم الا نبات الزيت يعني المعروف انه المسمس ايضا متاقلم جدا الى المنطقه الصحراويه من ناحيه المناخ من ناحيه نوعية ومن ولو من دي من لحن تاقلم وتامرت يعني وليت تكلم بيك تمر ثم مني كاع يزم تقوى يعني سوا من الشيء يعني رقبه يعني الفلاحه الاقرب يعني الصحراء انتزلت يعني بدون منازع. يعطيك الصحة يعني ديك نيوال دي سنتطفي ماس زنخري يكرازن أو نسقاس لأن السلام نغلان تملن يعني يقتل غلات التزعيمت يعني نغزرت دي وسانو يقني دوندا يعني خصاش نخسن السن منه الأرقام نخسن السن يعني أو 20 مليون تزدايتي لأن غرنا يعني دي تما نودي نتمرت نغنى تزاير يعني منش الغلات إلا يعني منش دندان الغلات إلا نجرو يعني نجمانيني يعني ديقن الأرقام نمنش نتيني إلا نجرو يعني الأطنان قد دي أدينا نتمرت نغنى تزاير. شكرا في الاستضافة. على كل حال تيني ديك تروت تزعلوك تشارك بربي أمس داغنا يشان غد الأصناف ما كيتني ألف صنف وأكثر يعني على خطر تزديت من بين خصائص تزديت أنها ما كي غصنتيني ياك يوش تزديت ذكر هذا مرصيد إني أكيوش تزديت تجديد صنف جديد تجديد أنت لهذا الغرض ديما نغرنا لي فاريتي تكملت الاصناف تكتفون دي جديد يعني ممكن من خلال اصناف القرن قارد دكول كل مره ديبان الصنف ده جديد عندما يعني نشرح بالنسبه للعدد الاصناف يمارو بالنسبه لعدد الناخين نغرنا 20 مليون نخله ما يقارب يعني ستاتيستيك اسقس ان شاء الله وزاره الفلاحه تديمارا الارجيا ريسونسمون اغريكول جينيرال هادي عاد نغرنا لي شيفر بروش دو لا رياليتي ولكن يمرون نسولف 20 مليون 20 مليون نخله نغرنا ديس على كل حال قبل ونسولف في 20 مليون نخله طبعا ما كاين كيقول نغرنا 29 ولايه اللي تنتجتيني نغرنا 19 ولايه معناها الا خصائص صحراويه جافه معناها الولايات تدنتين جنتيني مثلا باتنا مثلا الجلفان البيض الغوات النعامه اكسترا تيني لي ولاياتو كل جنتيني الاصناف ممكن لان اصناف الا وجرنا لكن واش هو دي وسط بالنسبه للانتاج الانتاج الا معناها الا الوقت لاديس 1.2 مليون طن الوفرت الانتاج نسقاسو سقاسو سقاس الخير الله يبارك معناها كل فلاح نسيو مع سنا سوال في, 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 في الانتاج وفير نشنين قمنا يعني نزار يعني من خلال ممارسه التزداني نكسب دمتين انتاج حقيقه وفير وفير نزمر كينيغ ممكن نعوض 1.3 طن حتى 1.4 طن علاه خاطر قبل نكون ننتج 70 كيلوغرام تزديت إمارة وكنا بكل سهولة نزمر نزوى 80 كيلوغرام 85 كيلوغرام تزديت يعني كتوقعات أمود الحياة مهم جدا بالنسبة لعدد الناخل بالنسبة للأصناف بالنسبة للإنتاج معناها الأرقام ويجيني لأن إمارة سرب إن شاء الله إن شاء الله سقسو سرب إن شاء الله نتأمل هذي كان الانتاج وفير ان شاء الله. يماروين انه ذاني لان الارقام تخصني يعني اني لان كاع الولايات الا نتجنت دي اداي تمن وداي نتزايرنا يعني ما سبطويش تيح مالديك دا مراي اعلان تسقى نتكراس ذاني دي الولايات نوارجلا نخسن نبي ديك المثال ولايه نوارجلا يعني نسن اجرد نغي جريد لان يوضع يعني الارقام الا انت يوضع لديس احريش نتينين غحريش نونكال نتزدايت دوم سوف غست المنتوج. الحمد لله نشني الولايات النقص الولايات في مقرانين قلنا نتجن التمور المساحه في غرنغ اكثر من 10000 هكتار مخصصه للنخيل غرنا كيما تزداين غرنغ مليون و241 الف اكثر قيش تزداين السيسن 8 مليون و116 الف نتجنت وتتن السيسن وذا مزوزان السيسن
في اي نط ابري نجن 733 في 255 قنطار نجن نط اسقوسا ورعاده شنو ندير الموسم الجاي ان شاء الله هذا من الموسم باش نوش الارقام اللي صحيحه. يعطيك الصحة تنميت يعني ماشي تنيد يعني دي نو دي جريدن إلا تخصان يعني أني لان دا داني دي الوايت الولاية نوارجلان نخسن السندخ يعني ألا نسيول يعني ستينية ماشي إنا لا يذكر منا الولايات نخسن السن يعني أين الاختلاف مني نمشان أنه نكال نتزايت يعني نخسن السن دي تمر تنغ نتزاير مانيت لا يعني أبدان مانيت وانكال دي ستزدايت غلو قطس يعني دميسح تنيد لا يعني تلاديس تزدايت توانكال لا تنتجانا داون لمنتوجو أما شين لكان نرقب 20 مليون نتزداين خسان السن يعني الحدود اسمها لي طاو الحدود نسبة لك يوذان كل تبانا سن تزدك ثلا غير ذي الصحراء ذي الولايات الصحراوية بالصح لا غير نغلو لا ثي ذلوية الشمالية لا غير سن الحدود هكارا الصحراء غير سن البلدية ماشي الولاية كاملة غير سن البلدية نعتبرهم نقارن شني شبه صحراوية ولكن الذي سن تزدك المناخ نسن يقرب الصحراء يتوفر الشروط قلنا تكريس نزدك رانو لو كاد مدرس الشرق الغرب انه شي بعض الامثله غير نغ الولايات بزاف ديس بلديتين غير نغ فرق نكرين فركان ديس نزدك عندنا عندنا غير خنشله بلديه شاش شهر ثاني اللي نزدك عندنا عندنا غير باث باث ديس مدوكال جهه البارك مدوكال البيطام ديس نزدك مام الاصناف غير اصناف حلال مليح والاصناف القيمه غير ديس حلا غير نغ منعه غير نغ غسيره بغير غوفي الحدود هكا راه مسكر عندنا الدقلي غير المسيله لا البلديه نمسيف عندنا عندنا غير الغواط البلديه تجرونا ثاني ديس تزدكت الجلفه تقريبا ولا شي لاباس انه ثلا في النعامه عندنا عندنا غير النعامه النعامه غير مغرار قلعه الشيخ بوعمام هذه ستزدكت الواحان تيوت ثاني ديس لي فاريتي حلام وانتوشا ثاني البيض البيض ديس لاباس ديس البلديه بوسمغون ديس الواحات حلا ذيس أمام طوليس نفاس ذاك ذيس الشجر كامل ذيس الرمان ذيس كلش البلديان رباوات البلديان الشلالة ذيس نقلي من بعد ودنا هو غلو سيدنا مريو هو طولغ الجنوب هي الحدود تقريبا نفاس ذاك باش نايو ذان التلي غرسن المعلومة وفهمين باللي فاز ذاك تحبيش غير ذي المنطقة نغنشنية تدخل ذا يبعتك صحة نميرت يعني ساون تطفيت لكي توشي ذانا يعني نسن منه نتغيوانين نغم منه البلدية تجدين ونتونجو البلد نغو اللي لذي سنت الزيت لان ميد لان تفرجنا نغدية ونتقيمتو ممكن لان سنن سياون تقيمتو باللي لان يعني الولايات نتجن تنيد الصناف دي جديد يعني دي اماشي تنيد الصناف دي وحديين دي زعيمن سوازة لنسن أدى صغرت ماس حمدي عيسى خصاش سولة يعني أني كان سوالي مارود لغلت نغد ضروتني لان تشوفو غنخدد نخدم شوفني لان يتفقد ستيني او انت زيتو الى قاسي كنخدم شتي دابا السناني لان تخص انت كرست خص غتسنغ يعني بات يعني دي حريش نغ المراحل نقول كان زيت نغنو تهلا تاع زيت دبل ميدخ الوقات يعني ننقان تيني يعني خصنا نسن المراحل نتزدايت يعني اودي سدايده نقان غادي ان كان تزودات تجدد يعني ننتيد تلانديس يحريشن منا ونغ المراحل منا وتباش اغنتاوي الغلط ني تزعين خصنا نسناو المراحل ودي دباتا دمانش يعني دلوقات نجراو نتيني نناقن تيني ربي يحفظ ان كان اكيد ان كان يعني يتبي الوقت جا وان كان الانتاج أصل قريب حوالي 4 سنين 5 يعني بس يعني قلنا حلي لا ذو حلي ربما 4 سنين 5 تبدأ في الإنتاج أنت قمر أخذ من الزيت يمنس تقريبا حسب المناطق مثلا شين وضنا ربما سلينا 6 مرات 4 اللي مشهد مشهد يوجل ومن بعد اللي يفرق ومن بعد اللي ينكب يمروا لنا بعض المناطق البسكرة يبدو أنه تدينا شجار قد عدة مرات خاطرها من ميدا غرس ندق الصنور الثور غيرا تهلان لي شغل يعني لي شغل بيقل وخدم يعني يبدو أنه تدينا 10 مرات وين يعني كل دي سجل مجهود دا زعلوك يمروا الدق يمروا الوقت الوانكا بمسمس الوقت الوانكا يعني أبدا الوقت الوانكا حوالي تقريبا أبدا الوانكا يبدأ في 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 أكتوبر أكتوبر يقضي ديسمبر في بعض المناطق ربما يرني وجار في المناطق مثلا يعني صالح الضرر ربما بعض الانواع مسمس خاطر ماشي ينثروا المناخ يتاثر يغلب في 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 النوعيه من الزيت الانواع لان بعض الانواع مثلا ادلقنا قلت الجهات مستقلين كل جهه خاطر حال الصمد خاطر حال الحمال في في نفس المنطقه ماشي ساعه ساعه تتفد التينين يا مثلا مثلا دا تم جوهر تستفد النوع على حسب المشقه التمر على حسب النوع شو ما على حسب
دي قيم يمر بلان المنكر شل مثلا وزملال بعد غرمان من غرمان يصغ بدان أكتوبر ثم الناس تجينا تفاسكا قلنا تفاسكا نحلي نومجا أبدان المشمس توني قديم يمر الحين مشمس هنا تفاسكا نحلي نومجا في بداية أكتوبر سنة تفاسكا أشمار المنكر نتيني أشمار يعني أقدان المنكر نتيني في ديسمبر نغلاو القرن سانكاد الخريف اموني كان هي كانت الخريف وما يبدا اكتوبر يقلا ديسمبر يعني شفتوا اللي بدا باش ميدل ونقض من ماشي اللي توقع في بعض الاحيان تيني نشرب لا نقض قبل الوقت تفت السوق الخضر خاطي الوقت نسن يعني لهدف تجاري مع الاسف تفت اموني تبين يشرق قبل ما غادول جين ديس النظام يعني في 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 النظام يعني الواحات القديمه غرس النظام من ما غالب من ما غتقدر يعطيك الصحه تنمر يعني ديس تطفي تم قرنت اني تخص سانتاز دي تاني تلاكي تقار دي مارو اد صغر تشماس زنخري يعني نسيول يعني سجار الف الاصناف نغل انواع نتيني يعني سالنين ياموني الى ديس دي قنيت سيلن جورنتن باش ادفغنا الاصناف جديدا نخصنا نسن مانش تفغن داون الاصناف وباش يعوضنا ونونداي وامقران دي الجزائر نغدي تيني نيلان يعني توسنس الجودة تستزعيمت نتزاير يعني هذه يمكن لا سي تتبي ايمون شاني مزوار يعني النوع تيني يزعيم نخصنا نسن مانش داون الاصناف الى تفغن دمانش يلاق انحافظ فاون الاصناف باش هذه عاد غرسنا مشان دغن اثنين يعني باش زوان يعني هذه عاد غرسنا مشان ميدن اتنسنن يعني باش اسنيتوش يعني ازل دم قران وجروني لا غرسني مار الاصناف الف نصنف اللي راك معناها الف كل مره الظهر الاصناف دي جديد واش هو الاصناف ما كاين قار برودوي مارشون أصناف إلا نقورن يعني إلا نيني موجودين السوق معروفين دنزن البلاصة الأصناف ما تنغلنا 14 صنف 14 صنف إلا معناها معروفين ما كاين قار القطرون عما صيقن تيفيزيون بالتخبالة قوجيل طمصريت تمجوهر قوجيل طمصريت تمجوهر الأصناف معروفين ميغا معروفين على خطر نغرس قيمة غذائية قوية تقورنا السوق قورنا البلاصة يعني يصغان سن يقور على مستوى مصداق الجزائر كومبلي مصداق ما كاين اللي يسن الأصناف معناها ولكن لان بعض نيمو كان لان صنف دقلت نور فقط الأصناف مؤخرا تبدا الظهر دي سن قيمة مثلا كاين غير 200 تكرموست ثلاث نزل البلاصة نوارقرن س س س 15000 14 15000 13 14 15000 ما تيفيزيون ثلاث نز نفس الشيء 13 14 15000 معناها القيمه الاصناف على حسب القيمه اللي ستوش السوق البلاصه لان بعض الاصناف الا نيني ديكلاسي معناها ميت السوق السوق سلقوتي لا فاريتي هو معروف هو ناقص القيمه تقوى تاح ساعات ولا لا لي مود بيطاي تاح يمكن الزوايل سبيسيال قال نيني دي فاريتي لا تينيس نتقرا بكري تاح لا لي مود بيطاي بالنسبه للعدد من الاصناف وما كاكني اهم شيء اننا ما اد نكتشف الاصناف الا مع الوقت انسن مثلا مثلا متودنت تودنت تينيس تبها هاي لا نسنيت دا ورقن ولكن ميد متسن معناها تتويش الشاسه إضافة إلى متين الأستاذ التيني المناطق تيني المناطق نغرنا 14 منطقة طبيعية كل منطقة الخصائص مثلا تغرديت وقيل إيش القطرون ودي تفغ القطرون لا غايز الفانا زلفانا ماني ماني وغلان ماني القرار لا القطرون ممكن يدد نو تفغ لا لأن تزديت نغرس بعض الخصائص اللي إليوفيل إكزوفيل تيرموفيل معناها اذا كان يسرس عدد معين التمبيراتور تبدل ما بتزديت زرعت العاصمه لا شتيني تيس ولا شرت معناها خصائص واحد ماذا تيني قطرون مثلا قطرون تبدا بصفه عامه تغرديت لاش القطرون الغلب ماهيش حاجه كبيره سيرتوز الفانا تبدا سلمنيعات قد الحدود الجزائريه التونسيه القطرون شنو التونس هذا ما كان شويه حد يكسب القطرون
وين قلت الوقت الاربعينات وين امريكان كاليفورنيا ولكن ود نزري انت الحقيقه يعني غاولش يعني فكره انه المناطق شي مثلا داني الصحراء انظر مثلا تزروك في نوية ساملاس والصلاح لسين مغرد خطر هامي اعلى بلدية في الجزائر حرس مونديغول وبالتالي ولا تطفت ولا لا هذا الشيء اعتقد ولا تطفت جديد والطيرون غاتروا يعني غرس المعنى مهم جدا الى 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 الكلمه يعني المناخ ربما في يعني ذكر الرمار والاصناف اللي هنا معروفه يعني مشان ربما تدفق في قضيه تعريف النوعي المخاطر الجديد النوعي اللي متنسين منه مثلا على المستوى الوطني مثلا ميدنا راسيتين بالنسبه لي ديك الصنور ولكن النوع يقول متنسين يمارو اخذ ما زعلوك التعرف لسين النوع قلت انا انت مجور بنت قباله توني تمت نوع تودنت مثلا شغال السن الميدن اتخلق لي كل السوق يعني عادي كل طرف برك في نفس مازن خري يعني ديون نقطه تو ديما يعني الاصناف خصها سول غاشنطورو يدعو دات سول يعني زيغوني وديس خص انسن بات هاد الخطوات نغدي تسيلن الزمن باش نتهلا او الاصناف ولا يعني انجمانيني لنا بريد يعني نوزوان الانقراض انجمانيني يامون يعني ما نشدي تسيلن الى انجم ان يعني اتنج باش نحافظ فاون الاصناف اي ولا حافظ في الاصناف الشريد المهم مغلب ميغا خاطرت لنا غنا لي روزير جينيتيك تزعلوك معناها وتفقد التفديق نصر في زوا وتتفد مثلا لان بعض الاصناف لان في طريق الانقراض مثلا كوش المثال تزداد نبيض الحمام تقل وغلب معناها السو كانت فاتش تموتي نبيض الحمام يحب لك باش تستفد يعني تقريب لا شيء ديك الصنف فيلاند ديك الصنف فيلاندي سيكت القيمه الغذائيه ديني وسي لي فوليمينو معناها انني دي سامان سي شارني معناها الاصناف اللي ماذا بينا نحافظ سيد نسنسي نشر هذا زعلوك اهم شيء نحافظ في الاصناف نتا ماذا بينا ان شاء الله تخلق لي لابوراتوار كولتور ان فيتو كولتور دي ميريستان معناها اذا كان السوا خطر إذا كان معناها دي غاليمار والله في معلوماتي وني قردة وحدي فيما يتعلق بلاكولتور دي ميريستم كان إن شاء الله نبدأ دي قردة لي لابو لي لابوراتوار دي فاسون كريا دي لابوراتوار أطرافير لو تيريتوار ناسيونال مزدغنا دا والساعة الحمد لله داز علو كانت كنقل لابو كولتور دي ميريستم نحافظ نقل بونك جينيتيك الا بنادم يتقد فضيع اصنافه ديتيني في جميع الثروات في لحظه نعم في نقطه غير يعني المحافظه على الاصناف الحقيقه تمنى يعني العظام غدا الجزائر معهد متخصص في البحوث والتقنيات في النخيل اش غلط لن جامعات ولا سوف جامعات البحث الى اخره ولكن معهد مصر الذي نرى معهد الوطني للبحوث الفلاحيه ولكن عام يعني كل الاصناف تبحث فيها الا معهد الوطني للفلاحه التقني للفلاحه الصحراويه الاتيلاس غير سنين ستاسيون العافيه يعني محطه تجارب ولكن لشكل المعهد من مختص ثمانية غادي عاد يعني كاع الا نغلطيني لشان يقول معهد مختص في البحوث خاص بالنخيل ويقالوا لك اللي قلت الاولويات رغم الا الدوله يعني خاصه في وزاره التعليم العالي اجرات لان راه عامين ثلاثه قلت المحاور المهمه للبحث اين مش الامن الغذائي الامن الغذائي من ثلاث محاور البحث الجيتين المهمين من ضمنهم الامن الغذائي اذا يعني ان شاء الله يبدو لي من الاولويات انا منا يعني وي وليتني دي مارو تعدي كتكرده يعني هادي عاد دي قنشطه دي توجه دي قنيمار يقرب ادا صغرت ماس بوطويل يعني سين سيول ساو نحافظ س الاصناف يعني انتيني الولايه نورجلند ولايه توكورت على حساب اني سنغ جينيك التجربه طموني يعني مع منا والاصناف يعني تسمى الناس الزراعه بالانسجه مون احمر لكن انت زاين التجربه هذه ممكن يعني تيوي تطفي يعني نجي واحد السيول السيسه والتجربه يعني اني نتخصص انا حافظ في الاصناف قبل ما هذا نكمل للاصناف شنو ما حافظ الاصناف شنو ولا ورقله قبل لا ذي اكثر من 100 سنه
وكل اخترت واحد يروح حساس نفس الاصناف يمير تقريبا قيم 76 صنف بصح قال تسمى غريب ذا كل تقريبا سي 35 40 صنف تتعدى عشا تسمى الاصناف كلها هنت روحها مقشقش يمير لانه فلا باش نحافظ في الاصناف نحافظ لاباس الحوايج باش نحافظ في اللسن هم زواروث وثلان في اللسن الاساتذه المخابريان الزراعه عن طريق الانسجه لان لاباس المعهد قال لنا خصنا ذو غير الشيء ولكن المخابريان باس نقيش لي زيفور باس نودين دونك هنا يمكن قرا نيه صريحه وسياسه باش نهدف ان نقل مخبري ان شاء الله ورعاد الشغر نغل المخبري قال لي نتجمع بصح لاباس المعاهد خصنا اذق المخبري ثانيا ما خصنا نحافظ لازم نقل مجمعات الاصناف الاصناف النادره الا هذه المعهد التي داصي بسكر في المجمع ماني سليم باللي لا الصين في قرب هذه روح وروح نداوي السيس الجباره وتغرسنا كشي ماذا بينا نقلي ورقله ونقلي الولايه في الكل هذه اللي تحت وصايا ما تحت وصايا الجامعه انها تحت وصايا اي معهد سي المعاهد اللي تيداس باغ اكزومبل ديال الجامعه ما افلاح قال لنا غري مثلا الصين فيها غير السيسه جبار روح تناويتي تنغرسي وين بد فلاس باش نغنتو شي جباره نيض ونري نعاود ننشر الحاجه واحده اخرى باش نحافظ في اللسن لازم نثمن الاصناف هيا قال لنا تروح غير ودين ممكن نثمن ست تحاليل انك في اللسن التحاليل ونزر القيمه الغذائيه نسن ونسقنا عيوذان باللي غرسن الفايت تكن هني نسقنا عيوذان باللي غرسن الفايت هذا عاد دوموندي هذه السوق خصنا نسغن فلاح اوتوماتيكمون ديريكت هذه روح هذه حوس هذه غرسن نوعيذين باشنا هذه عاود هذه الزنز مام باشنا نسرقيو ذا نقيش سوق الدين تقريبا السن اللي قلت نور السن الغرس ولكن غير الاصناف حتى القيمه الغذائيه نسن خير سن دونك نثمن غذائيا ونثمن اقتصاديا باش هذو لا نيوذان غنحافظوا في الاصناف هيا وذعاد هنيك تحوسن في اللسن ماشي ما الا غرس هز ذاك اللي خصنا في جنان النس مادام تنوجو تسين شي وذان ودي تحوسها في اللس وتجب غير تروح هذه ولا العكس هز ذاك اللي فينا يروح هذه تهلا لي سخير فيهم باش هذه عاود تحيد ان شاء الله يعطيك الصحة أنا ميرت عنيا ومن غير ميرت سونتات في وين أنزوا أنغزر أو أنت فريتيضتي لأني سجايا النقط أحمد عبد العزيز بعد نكمل أنسي والإيوال النجار دي حريش فايت سن نوت قيمت إلى جبايك الرزن تجميوين تمن ودين تمرت النغ يون كادنتيني إيارن الخريف دستاتي قنويتلي أيز عليك دل جودة تزعيمت تهوسي لن تسد أشي مار يوزن الغلت غلت تبري دوس صمد قبل خملس البطاطي وزان غل سوا قدمي الدن تمورة وصغار إنتاج تمور العام هذا أنا كنت حل من كاينه شويه السشرات نظرا للطبيعه يعني السخانه وكذا الدنيا جات التمره شويه ناشفه إيه وحنا نخدموا يعني في البريت وندخلوا في لي شومبر فرواد على اساس يعني باش يتوجه للتصدير ونيدي قنسي موشان وخدها مسي لاندي الولايه المغير يكمل لنتيني تغاوسا إلى أن تبدا سوفراز غل أصفى بعد سغل منا وبريد نخمل دوسيود غل تموران دونيت يقوم بتعليب وتغليف التمور المحلية الممتازة بحيث يقوم بتصديرها السوق وسوق أوروبي درجة أولى والسوق الإفريقي بدرجة أقل ويحتوي على غرف تبريد ومكان تخزين تمور نستهدف السوق الأوروبية بما ذلك بلدان فرنسا والبلدان المجاورة لها وكذلك السوق الروسية البلدان المجاورة لروسيا وكذلك نستهدف السوق الأمريكية أمريكا الشمالية فكرنا باش درنا هالمعمل هذا المعمل هذا اللي فيه 5100 متر مربع وعنده دي كاباسيتي تاع تبريد 5000 طن 5000 طن هو باش المنتوج يكون على مواصفات عالميه مش ان لان نيتنا هو التصدير يزيدوا يتشجعوا ويزيدوا يعني في المنتوج تاعهم وتحسين المنتوجيه حتى انهم هذه هي لان في الحقيقه والواقع التمور هي راهي من الثروه الكبيره اللي دخل للدوله الجزائريه في العمله الصعبه تقاز تزعيمين الى ترقبت انتمي ودين تمور تناغ تغوسا وصدر الانتاج دمنا وبريد نسزها لنتغوسا نسنمر دوسجمو نتمي ودين
تطفيوين تزعيمين دي أحريش أنتيني لأن تخصنت الاستثمار أن غني لأن غرس العلاقة إذ تزديت التيني ما سبطوي لداس غرس يعني السلغ يعني أحريش أنتيني أن تزدين يعني ديس الاستثمار ده مقران يمكرس يعني لأن خصنا دجن إمرشاد يعني نخصنا السن يعني بتدي يمكن يعني النوع قاع الاستثمار إلا دي أما سنا نحريش نتزديت التيني بتدي يمكن يعني الدعم للدولة إلا دي شيت يون يون الاستثمارات ونغوني مرشادو جديد شنو اللي نخصنا مثلا في الدعم الدعم الوزارة تايل الدعم الفلاح الكل تقريبا الدعم خاصة تركز في أمان هذه حفر الفوراج ني غذ البير ني غادي السيستم مي غوتا غوت كل سنه الدعم تقريبا تروح على 40-60% سي السوم في قلان غير ذي لافيشنز الدعم الاستثمار ثاني ثاني المديريات كامل مش غير المديريه الفلاح ولا وزاره الفلاح كل تشجعني واذا باش توجه الاستثمار وضرز من الافاق الشيايه سواء عن طريق لي شومبر فرواد هذا قال لي شومبر فرواد ني غادي ندير ريجستر نسن وذرني هذا تصدارا تصدرنا التمور تصدرني حبه غير سن تسهيلات جمركيه غير سن تسهيلات ضريبيه غير سن اعفاءات ثاني خصني برك وتبقى هذا نشا هذا سن برك غرمغ هذا السلطون فلان غادي نغرم شنو يدير الغرفه الفلاحيه اللي غادي نروح للمديريه في الفلاحه غادي نروح للمديريه في كامل والسبطون والسقسون وهذا وين المعلومه هو نوجه ان شاء الله ماني خصنا ادخل ان شاء الله يبها تنميرت يعني ساون تطفيو الا سيول دانفوني الا ندعاون الاستثمار ندعاون نكراز ادا صغرت ماس زنخري يعني الا نسيول يعني يقني ما قبل يتختيني يعني توجد نختو وزانه من يمن شيت لا تزوكا امارو كان ركب يعني لان يعني امرشاد الا تهمان يعني نتخصان يعني لا ندخمل نغدا التوضيب ناونتينيو باش تزوا غل التسويق يعني نخصن تسن بتد الاهميه ناون التوضيب وازعيم نغد بتد الانواع من التوضيب الا نغد لاقن باش نحافظ فتينيني باش تزوا المستهلك نغي حدني مجرو غتسخن باش كات يعني باش تيش استاود ديال حاله التزعيم والله يعني قبل وجاوبة كيني معناها تزديت لقن مجهود داز علوك قام سيد سيف اللحن سيقن الشي اللي أنا حافظنا على كل حال سبعضنا أصناف خاصة للنظام الواحاتي القديم إلا نمارو يعني بفضل تزديني كنت النظام الواحاتي القديم يا فلاحني جديد معناها يوين تيزدين النظام الواحاتي القديم وبهذا المناسبة يعني يدرح مغفر روحنا نما دام الدوكليو بابزيز عمر رباتي يرحم إن شاء الله رباتي يسكن جنة إن شاء الله إلى يشوق نشر داز على كي الفلاح مزدغنا على المستوى الوطني بحيث عضو وطني بالنسبة لشعبتنا الحبوب يقول قنشي داز علوك بالنسبة يحافظ في الأصناف المزرعة رباتي رحم إن شاء الله رباتي سكن جنة إن شاء الله لنضيعك العرس داز علوك بالنسبة للفلاحة اسمها مزداغنا بصفة عامة تمدينة نواركا رباتي رحم أجاوب في سؤالك بالنسبة للتوضيب يعني لنبلاش دي قنشري لان لا مفر منه سمدني لان أنني لان بعدني مزداغن الجيران الناس ديونا لاش ناصني عدد تزديني نكسب الانتاج السنوي يطيب القيمه الانتاج جيد انت ولكن السنن ما كان لدني التوضيب ناقصنا تقاليد التوضيب كما ينبغي خدمتيني كما ينبغي لان عقبنا انا معناها كلاصان قبلنا اسوفونتيني دانيني ليكسبورطاسيون تيني نمزدغ من خارج على امارون شنين على كل حال الحمد لله مؤخرا بفضل لي ستارت اب بفضل نيني التحفيزات الدوليه بفضل ميدن دي حتى الجيل ده جديد الى زار الدنيا تطرمو نيني الاسواق العالميه لاباس الحال ثلاث كور يعني نوضنا التصدير نانتيني خرجت تقريبا 78 الف طن لشمي تكون تقريبا 40 المدخول يعني تيني تقريبا 80 مليون دولار يعني ديك نشري لان مهم يوم مزدغ اسو بفضل كاع التحفيزات والتوضيب التكوين يعني خاطر التوضيب ودي تيس واحد يتاز التكوين بالمناسبه كاين مثلا الغرفه غرفه التجاره تاع غردايت غرفه التجاره وارقرن كون المدن كون المصدرين ناسي ناسي كتا 4 سنين 18 مصدر كون ناس ديزون يعني لان
الشباب بالظني لان يعني الحمد لله ان السوفون تقن اكسبورتاسيون دوار قنديح غرفه الفلاحه كذلك معناها التوضيب نار الدور مهم الجانب ضدني لانني ماذا بينا السيوله في الناس معناها الجانب الاسواق المحليه اللي لنا على المستوى القطر الوطني ما كاين لا الاسواق المحليه حكوا يدوموندي التوضيب وغلب يكون صراحة ديك صح مس زنخري تسمح يعني أني لأن التسويق زدي غاز ناس نسيو السيس بجاز نوش الوقت يعني إذا واحد يخاطرش ديك النقطة ماشي تنيز مهمة يغلب عطيك صح صونو نقطو ديك النقطة مهمة صح سنج الوقت زدي غاز ناس نسيو السيس يعني سول غاش يعني سؤالك التوضيب ساني لان غرف التبريد يعني دواني لان يعني باش تعاد تيني نيت وحافظ غير سي كيلو مشان دازين برنامج وطني في اطار لو بي ان دي دولت تكون ديك الوقت معناها تتعاون لا ميزون بلاس نغرف دي شومبر فرواد يعني لي شومبر فرواد دولت تدعم كما ينبغي انشاء الغرف خطر تيني بلا يوجدني مكان التخزين دي يوجدني مكان التبريد بحال ما كاين لا تيني وتخسر أن بي مثلا تخبله وتخبله تغرديت كانوا معناها واتفاقات ن 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 مع الوقت ن 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 لا لا سقصناتين معناها بالمناسبات معناها مناسبه سوتونس دمتين الا مواطن الاستاذ اللي نيوتيني موظبه كمان بغيت الهديه معناها التوضيب تيش القيمه تزعلو كثير ولكن التوضيب بدون وجود اماكن التبريد يعني تسني بسيون مهمين جدا اتعاونوا بعضهم باش تحافظ فين تينيني ديما دي اوني ولن يعني نحافظ في تيني اني لان يعني باش ولت تفسد داني لان التبريد داني لان التوضيب الا يعني قنشره خلاف قنشره وديضني يعني هذه يمكن الا احريشت نوسع زمت يعني اني لان تخص انت كرست يعني تيني هذه يمكن لان تسنز منا نوطن نغمنا وني الباخوش يعني زروتنا ونتيني خصنا نستناو نوع الباخوش نغناو نوعنا ونوطنني لان زروتنا تيني داونو مش يعني داد القيمتنا ونطوضيبو داونو خدامو يعني نغرف التبريد تيسكوين نص صمد حافظ دو جنتيتي فاون الطنن والله يا ربما الضمان يعني التوضيب خطير تخصصك ولكن يعني فعلا يعني بالنسبه ل ربما السؤال يعني فيما يخص يعني الامراض الزايده الى اخره اكيد يعني تزين راسهم مع الامراض ولكن عين التاثير على الامراض يعني في التزايد يحسب لنا الا مثلا تبي البوفرو مثلا دغلطون يتاثر ليش وجانا هذا وبالتالي شو من مهم جدا ولا تنوع مش النظام الواحدي الغاب ليش منه ولا نوع وبالتالي نوع هذا البتري وليش يقول المرض وليش تجي مش قال الليرافاج اللي دقا كل شرى لي مناح شرى يمر ودي قيمة أكيد مش في 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 التوظيف لديش لدي تراتمو ولكن دخلي تراتمو إني ليش ما يقال يعني من ناحية الصحية يعني بلادنا اللي خير التوظيف إلا أن يحترم البيئة ويحترم خاصة الصحة الإنسان. إذا كان ممكن تكمل في نفس السياق بالنسبة إلى التانتزديت، التانتزديت هي إلا الطاني اللي يكبو التزديت ديريكت، التضن الزوا، صافي دير لشتيني. إلا الطان إلا يكبو التيني. الطاني اللي يتحن تيني نغنى لي رافاجور مثلا بوفروا. بوفروا اللي معناها يستخسر تيني سيكن الشي اللي ندز عليك معناها اطنان واطنان تيني الا يكبدين عنكبوتو بحال كي يهجم دا اونيني يهجم سما الحشرات داونيني قراونيني يهجم اينيو يستخسري كومبليتمون الا اسم ليكتوميلويس سيراتونيا زيلر بوفرتو فرتو يتفغن ستيني يضراتيني سيقن الشي دزعلوك معناها قرناس لي ضات فيروزي تسوق تيني نخارج اكتدرنا كينيا ودي ديستيك شوي تيني وتصلح
الا بعض الامراض ديال الطاكانتيني الا تزت تخمر يعني ميتودات الشدة تبدل بنسوت به تو بالنسبه للفروي معناها تيني الا الامراض الا هجمت تزدايت تزدايت هجمت بارلاتوريا بلونشار دي طارق معناها ما كاين قار البياض الزغابي للنخيل اسم اسم نقار كوشني بلونش دي بالميداتين قار قارس كاركنت لا إزوية خطر لا ولس استقرقن إيو تضن إيو تضن تزديت ولا إيو تضن ما كوش نبلانس اسم سيو تضن تزديت دونك أتقبل تزديت كومبليت ما أتزود التفد تملات ديس تملات لصير إلان بيش لفوتو سنتز ديك تخسر تزعود بالنسبة تزديت إلا البيض ديك نطان لشنا نورقن الحمد لله ولكن إلا جوه نظرة جوه انتميموني أقل مليات الا المليعات معناها الى 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 حق الطانو يتوضوا على التغرديت البيض ينقتز دي ديريكت معناها مت الطف اتينا اني كاع الامراض ديال متين معناها المكافحه تنسن ضروريه ومهمه جدا عندنا نقص غير السولغ يعني ماس زنخري سالات سيول ساون طانن اهل نحافظ فون الصناف نتيني نغفتيني دوم شوف غس يعني دي تمرتنا لا الا غرسني قنو في يوم تمشروستو نغقل الحل يوم طانن نغقنو دوان لا الحل مكافحة الأمراض مكافحة لأن لو تنتقري لش مع لو تنتقري إنسان مثل ديك أضي حافت في تزدايت أطين الضف أسيك سفر في داغن أسيك سيزي وين أسيك ستيكر كوشين لأنني مثل نغل تميق داغن كادنتيني يجري تقيمنات نيك ودين تزدايتات ني حرك معناها الفلومباج يقضى قاع في الحشرات ميلا الفلومباج غادي بها يقضى في الحشرات اللي انت زدايت النيني ومن بعد المرحلة الثانية المرحلة الثانية المرحلة تقدر تقول أنت الزيت لازم ما كاسكاس بوند ما تيجير سيك الجير الجير اللي ينفع غل يقضى ضعف الحشرات وقبل من بعد التس ما لا تقارن التس لا لوت فيزيك لا لوت فيزيك لي لاكاج يعني بوند ما اسم زد متى ومن بعد التس لا لوت بيولوجيك بوند ميلا يستعمل النيني اسم سادي عس لا نطلب عندنا نيكوكسينا اللي عندها نافعه معناها الشيء المضره يعني تضرتنا ومن بعد باش نعوضنا للتشيميك لا للتشيميك اللي قدين وفوت نسنقص مي غير خاطر ديك النعدو تينين مي 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 دو مي تسوف تينين خارج ادي سا دي زار ادي في لي تراس خاطر سي لي سي دي لابوراتوري ترونجين انت قلت لي زاناليز هذا ماذا بينا مزدغنا دي حد كان لي لابوراتوري لانني تقد لي اناليز تيني وهاك تدير وهم يتفوقك تدير كاين قال سي با زون سي با زون برودوي بيو يعني يتشري وكل بنود واضح حافظ يمروا على كل حال الامور الحمد لله انا قرنا نتحسن لك حكا حمز دغنا اللي عدل ما نس صربي ان شاء الله ربا يديرك يعطيك الصحه تنمل يعني انه ديوال منه يعني اني تخص سانت زيت نغني تخص سانت التوضيب بالبيسمس شتينا ماس بوطويل يعني تلاكيد تمعملد نغا كي دي تسقان تكراز داني الولايه نورجل يعني لان منه يمرشاد نغمنا والمشاريع عاد نجمنا تفغن سو انه حريش انتيني وداي انا قان غطوضي بدوس نزيد التصدير لان منه يمرشاد يعني نتخص عن الابتكار المستخلصات خصنا نسني يعني بتا داو النوعون لما يمرشاد الى نجمنا تفغن او نحريش انتيني ما يتسمح نقول ما هنو في المستخلصات الدين ان نكمل ذي الفولين الحشرات يقول لنا الا نلبس الافث لازم نسيني على لا لا شارون سون روج قال الحمد لله يا ربي غنخشى الجزائر هلا ذي العراق لا بلا سنين وان شاء الله يا ربي وتتشغرنا هلا الخنفسه واحده القر الا نطف البيبان الولايه النغ التنظيم الوطن ذي ورقله وثاي افه خطيره تتحدد الثروه خاصه ثي في قال فين قرشني الاصناف قال لنا هذا روحنا ماذا بينا في اللحن هذه اللي غرسن الوعي ودي تاوين شاتي جبارين ودي تاوين شال الجريد سي المناطق الموبوءه قال لنا ذي سن حشريه باشنا ونستخسر ما تقلنا غير نحافظ الموروث النغ نحافظ في الناس. يعطيك الصحه. الميرا ان عدا غير المستخلصات الدين بالك لاش تشجري في لان سراق نسيت لاباس الحوايج مثل الزدايف يعني كل ثغاوسه سيس تقول تقسيس ثغاوسه يعني بلا ما نثلا في حبا قال لنا تتهم ديريكت نتقين نقاوى اهل السيف امهين قار ذي الغرس نخدمي الحوايجيه ذي الطواف نقاوى لي ديريفي لان حتى يخدم لي شوكولا خدم لي سيرو خدم لي الرب قلاني وذا كل سنه الربايه لان عاد نسالف نديس الحوايج طيب خدم لي الخل
لا نقدر حتى نخدم الالياف سيتي زدك خدمنا ليثانول الكول خدمنا ماكين قار القهوه ماكين شنيا غياي قلنا شي قرا غياي قلنا زيت طياشن يمي رافع عندي وذن دومونداين تجار المستثمرين عندهم دومونداين سواء باش نثرحان سواء باش نخدم نيس القهوه نير باش نذكن سيس استخلاص الزيوت وين كان تمشى لاباس بصحي لا الاستخلاص من الزيوت هلا لا فارين دي دطر حانت قلنا ممكن قروينا تقن الحوايج هيا ولد نروح غير المخلفات يعني نورمالمون شنو في اللحن نغوض تيش سي زدك والو غير يعني غير ولا نخسن الجري ذي قور ذي زيوين ذي كامل هنا رحاو ذي مي ذي خلط كارنس الحوايج هذي اليمون دو بيتاي هذي على الفيس المال الناس مو ذي خشا ذي على الفيس المال الناس هذي رحال الجري ذايا و سيستم كومبوستاج سير نيامان وفي غطا وفي خمر على شاك فوا ديرني في خلط سير نيامان سير 4 غير 6 الشهر في قد الغبار في الزيت غادي ينفع غادي ينفع هاد الغبار يتزيت ثاني الغبار في الزيت من نروح ثاني غير التوريست الحوايج الجانب السياحي حتى الجري المخلف هذه نقدر نسكيلتان ونزنزن ودا تيرانس حاجه موروث ويعبر على المنطقه نتاعنا ديريكت يبها يعطيك الصحه تاع نمرت يعني تزديت يعني ديقن نحريش الى نت فرنسيس منا ونيد شراء ماشي لنا يعني ديو نحريش نسيوس منا وني شرني لا تخصا تزديت يعني اني لا ندعم سدوله يعني يسنمرنا ونحريش نتزديت دوني لا تزديت تنجمات توش يعني الفرصه يمكراس باش تسجن امرشادي لنا داون تطفي ان اثنين ادمي دن دتمرت نغ نتزاير انزوا ان نخزر راوند تفريتي لاني سجاي نخت محمد ابي اسماعيل باه نكمل بعدا اول احرش فيتشار داني تخصان تزدايت التيني دي تمرت نغ نتزاير الجودة التيني تمرت نتزاير 63 الولاية نواتسوف تدول دوني ماري رنيغ في سطلاب ديل سواق نتموران الدنيت ماني جوم سجارنا تمرت النخف وحافظ غفز دو سجل منا ونتاويلات السزع من يغلبه ونوحريش دورني نلقيمة نوويس غلو صغار بها السزع من تدم سادغنا سلخصوصا يعنى الأمور تقانيت دورني زوان غل تصدير يتم استقبال التمور بعدة معايير حيث تتم المراقبة النوعية من حيث حيث الجودة حيث نسهر على جودتها ثم نقوم بعد استقبالها بتعقيم التمور وتعقيم التمور ببعض المواد ثم بعد ذلك نقوم بفرزه حسب طلب الزبون القارة الآسيوية تحب الشمروخ اللي يكون يابس ما يكونش طري بزاف يكون ناشف كما يقولوا عندنا القارة الإفريقية يحبوا الصيفي التمر اللي القرباعي كما يقولوا والدقلة بيضة وغيره وعندنا بالنسبة للقارة الأوروبية يحبوا الشمروخ اللي هو طري التمر اللي هي طرية كما المرطوبة معناها البريمو أرنين القيمة نوسن زينتيني غل التموران الدونيت لخصوصا تخصان دقلة نور يجو من نون الكوبانيات الخواصة ترنيت سي نسا سوفغنتيني أنواع الجس دو سجسا مسنحباتن دو بديت ستائلون انت مشراسي لان تبدان تستسز عمن وويس غلو صغار دو بديت لانشغالات يتبابن الكوبانيات نتدمسا إلا نخصن أدات فنغل تصدير هناك مجهود كبير تقوم به الدولة من أجل تحفيز هذه الشركات في إطار برنامج التصدير إقني عافر نذي مقرانا نتسجات الدولة يوتف أو نمرشيد نصدر أصغرنا المحروقات أو نتشارات نرقب دي غلب الامتيازات أنا عوض موينسن نغت تنقولات دواني تخصان القروضنا البنكة توني دي تشرا غرس نازل دم قران يواسي اقتصادي زواغ التصدير نو المد في حد ذاتها تعتبر عندها قيمة كبيرة بالنسبة للمصدر ناهيك عن بعض السهولة في التعامل مع الإدارة عندما يتعلق الأمر بالتصدير على مستوى غرفة التجارة والصناعة الواد عندنا 11 مصدر لهذه المادة مادة التمور أني تخصان المديرية التجارة الولاية نواد سوف غرنغ مراو ديقنا المصدرين أني عنان تيني ماني التاوين تيني غل منا ونتموران الدنيت السيس أمريكا كازاخستان موريتانيا ثلاث زوايس الكمية تزعلوك ترنيداس الهند مالي السينيغال وزباكستان الكمية تفغل تموران الدنيت نعوض غل 2000 طن المادة مادة التمور الكمية اللي يعني خرجت على من الوطن يعني وتصدرت على الكمية اللي تم الإمضاء شهادة المنشأ تاعها على مستوى الغرفة الولائية يعني تاع سوف هي تفوق يعني حوالي 2000 طن سلم الدادس الدول ثلاث عفار تسجيك تكردان وبريد يواسيخ سديات في أون وهين سلخصوصي دبابنا الكوبانية تنتدمسا
دوس زعمنا والمنتوج اللي نسبيان أزال نتمرتنا أهيل نتكرس تمسا تيدت أو نحريش أنتيني أدي ممكن أدي عادة دي قنو تزيغ لدسات إذا دمسات أغنى وتمانش إن لا نرقب دي التصديرس أدي ممكن أدي عادة دي قنو حريش إلا ندي سيت في تدريم تنغ العملة الصعبة غلط زاير أصغار نحريش للمحروقات أنغ الصهد إلا نيمارو أدس غرش ما زنخر يعني خسن سيول سلان سيول ستصدير خسن سنة مشان نتزاير أو نتصديرو دو جرد نغ الأرقام إلا نتصدرت نتزاير تدريمتي إلا نتفاز دي تزاير سواء نحريش نسوف غنتيني دو سنزيس أصغار نتمرد والله يعني سوف غنتمرد سوف غنتيني نخارج معنا تصدير ديك العملية المهمة جدا ميغا على خطر سورج دو دوفيز معنا أسيري لأيني لنسوف غنتيني مارو نخارج السفوغ 78,000 طن ستافان غد القرب نك 80 مليون دولار أن نزمر العدد أثناء نزمر أثناء النينيات نوت في 10 في 11 كي يعني بسهولة جدا خطر تيني لنا مطلوبة الخارج سيق نشرة دزعلوك معناها تيني ثلاث فغن آسية وكل مناطق العالم ثلاث فغن تيني وش هو معناها أنني لا 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 كونتيتي لنتفرن بحكت دروس بالرغم من ان دولتنات معناها تشور بعض التحفيزات مثلا بالنسبه للنقل نقلتيني دولت تساهم 50% سوفرتينيك راك تخلص ترونسبور 50% يعني دي قنشره المهم جدا الاصناف الا نتفرني مارو دقلت نور دقلت نور الخارج تنز 4 أورو 3 أورو يعني ديك نشري مهم جدا معناها كان ما بالو كان أصنافي ضدني إلا أنني قادر بنادم أثني السفا أما بالنسبة يا سوفرانتيني خارج مزداغنا خارج مزداغن الجزائر بما يعني اللي يتعلق السوق الداخلي لازم نسيو لك في السوق الداخلي استهلاك تيني أمسنا نمزدغنا استهلاك تيني أمسنا نمزدغنا مهم جدا معناها مدنا استهلاك تيني ولكن هو الشيء المطلوب سنويا المعدل الاستهلاك تيني بالنسبة للمواطنة الجزائرية نمزدغنا معناها يتكون سوما 4 كيلو سكاس وهو ديك نشري لنا دازالوك نزمر العددو اتنميتي بلي سيغن 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 شري دزالوك اول خسادينيغ بالنسبه لتصدير التمور معناها الامنيه اللي مادا بينا اني غورديس الا نغرنا يتمنى التوانسه اللي نقندو حديتيني السوفونتيني كما ينبغي اذا كان نقنينا ان بروجي فرونتالي بيناتنا بين الجزائر تونس زراعه ولما لا مليونين 3 ملايين تيني معناها هذا كان مهم جدا وهو داي تونس مع البروجي فرونتالي مع موريتانيا ديح العلاقات لنبهان تشري لنقور كما ينبغي تيني ثلاث فوق إضافة إلى أين لنقور مع البلدان الإفريقية مالي النيجيري نشري دازعلوك تيني ثلاث فوق تيني ما كتفوق مقايضة المقايضة ما مك العدد دازعلوك أغلب 600,000 طن 600,000 طن تفوق ترك تينيو تيني لنتاود سيد البقري زرت مرستي لا لا بطورنا البقري تي تسوف تينك توي ديشو يعني ديك نسراي لا مهم جدا صح انا ديال النقطه تو خص غدا صغرش مس حمدي عيسى يعني سيسي ولا انا يعني سو صدر نخصو سوف غدو سنزي اصغار نتمر يعني دي منا نتميو انا الدنيت يعني اني لا ثمان ودي يعني الجنوب يعني نتزاير يعني اسوف غس لو صغار يعني تلك طريقه يعني نغي قنو تي لا نتبع انت باش تسنزن غلو صغار انا نغجر منا ويوال نساو نسنزينتيني يعني التمر الا نتفيدي سنزاير سو ثمان ودي الشيء اللي ماشي خلال يوا صالح خاصة في الجنوب يعني اللي قلت صالح بلا زعلوك دول الجنوب وخاصة الدول تشجع بقوة يعني التبادل مع دول الجنوب يعني جنوب الصحراء أيضا لافونتاج ماشي قارنا ولا ليكسبورتاسيون ولا الجنوب لا تتطلب تعليم لجي سين الكونديسيون مون لجي سين ماشي قارنا خاطر تطلب انواع جافة يعني دبلا بيضاء مش قانشين الكلام عام قانش في قرباعي شرطي شكال تسفغل
يعني وبالتالي ربما المصاريف تكون اقل والا غتصفر مثلا اوروبا. اوروبا اللي اسمها السيد ذكر الاخ نطرو 10 مرات ديت زيد الكونديسيونمون كذا دي نورم يا اخي ربما باسم السيد غال الجنوب دي نورم اقل. يعني وبالتالي من ناحيه المصاريف كنا قاعد عند توني ربما المختصين في الاكسبورتاسيون سيوناف فقط ربما الضفه الجنشره والكامون سول في تيني تيني كتينة خام ولكن في الاكسبورتاسيون لي سوبرولين تور يذكر الاخ مش بس عبد الرحمن منا ولا لي سوبرولي وني الروب وني لا برودكسيون لي تانول وني 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 هذه يمكن تستغل الانسان اي اكسبورتي. يعطيك الصحه. يعني مهم جدا يعني. ما كاين بالحاج معناها الاصناف اللي تفغن في الحدود معناها ديك الاصناف اللي انني و انزان سنا داني ودزعلو كاين انزان سنا وانني تمر مزداغنا وديك نشرها كانوا تفغنا تقي من ذا معناها ونزل ود حد ونستهلك. يعطيك الصحه تنميت يعني ديك التطفيه وانت ثاني يعني خص غدا صغير يعني سوسنزيل وصغار غلو سنزيل نخت تسويق سجاج هذه يمكن يعني لا نوع انتيني لا تفغن الجاجه ماشي نيمار وماش زنخر يعني ديك نوع انتيني لا تفغن الوصغار داني اما سن الجزائر يعني ولين عندي يمكن ان جمانيني ميد نوت نسين الاولاد وسون يعني خصنا نسن يعني خاطر شلانين ايام ديك تمشروش يكرز انت لا ينده الا يتكرز الا ينك لا انت زيتني لا يتهلا ديس باش تشوف غمسوف غدا زعيم من بعد قطاء اديف يعني تيمشراس تسويق نغاس نزيس يعني خصنا نسن يعني او يعني المسعه الدوله نغا هيلن نغيت سيلن الى انترجنتن باش اتسمونغزن يعني او تمشرستو في كراز يعني باش ادي عديس يقنوا معوان جارو كراز دوني لاني تصدر نجارو كراز دوني لا يتج التسويق لا يسنوزات اصغر يعني اني لا تخو سنتيني الايلول انواع سيلن ماشي لنا الا اجار الف الانواع شي سي المجهوده في الدوله باش نقرب الجار ويقن تجنز ويزنوزات ويتصدر الاولى لازم مهم قرا هذه اللي جرس التعاون الاتفاقيات وظر ما تقلنا راه ما تيكزيستان ذي الاطاريه وسنه عدان لا الفرصه المعرض الدولي للتمور الجزائر العاصمه سي 14 غير 18 دقيقه نظمت الغرفه الوطنيه للزراعه مع قران المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه زيك نوالف نتقي ذاذي بسكرث ولكن ذاذي بسكرث يوذاني تروحان وتسجبين ذين كل سنه حباس سنه تزداك السنه اخترت هيا النادي ما تخمن خمن باش السيلين غرنج لا السيلين غرنج باش تيلي لا ليزون يا جير المنتج المحول والمصدر الحمد لله الاقبال الغاشي لا لاباس يوذان وفين الاصناف وفي حير متى الاصناف جديد ودو من شاب اللي لا نحب ذي 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 مهين قار ذي مدوكال موني روحنا ستومباثن وفين نحب مدوكال وفين نحب مدين وذي ماجينين شاب اللي الاصناف هاي التنوعيه لا عبر نسيق حبا عاد نقارن انا تسمى شغل زيك نزري شاب اللي غير الدكلاد بالدين فهمت سي الاهداف الصالونايا مسلقاني وذان لا نحضر الدول العراق ليبيا لا المصدرين لا المستوردين نسن لي زيترونجي السفراء وسند زلين زرين ما تقلان غرنغ يوذان نفهمن كاين الاتفاقيات سنين الاتفاقيات هلا اتفاقيه التعاون سنين التجار اللي بين الجزائر شنو استسي الجزائر تعاون يا سي مغير تعاون يا سي ليبيا سنين الاتفاقيه التعاون تبادل الخبرات يوذان زرين الاصناف تعرفهم في الاصناف جديدا تقريبا الوايل المهمه لا ميسيون برينسيبال المعارضه يا باش نسلقي وذان كامل ذين هذا مسلقان وذا مفاهمن وذا كان اتفاقيات ان شاء الله حسن دي سمنا ونتطفيون يعني هذه ملاقا ونيس نزون مع وكراز هذه ملاقا ندخ مدنا الا نولسين انا ونواع مع لون نواع وما ننسن باش نتوسنن دي تمرتنا يعني خصغ يعني دي امار دام الزان وغندي قمل وقت يغلب خصغ تسنغ يعني اني لان تخصان التكوين يعني اني لان اليد العامله نجمانيني مدني تالي انت زدايت دي النيد مدني لان برسن يعني احرش انت زدايت يعني دمعه لتبرك باش كنزوال نخدم ما قيمته بعجاله نشني المشكل نغ ذي الواحات النغ وقيم من شانك تحب انا تالي انت زدايت وتخدم الا لقي البروجي عدا العوام عدا كيف قلي الجمعيه شن سبازا هكرا الوزاره النغ كونن المتسلقين كونن هنسي الواد بسكرف كاين ليكيب
كوننا كمتسلقين وكمدربين. ان شاء الله هشيميرا ان رني ان كونتاكت غارنسن باش نهد ناوي غير جهه غادرين غنكونني ودا متسلقين معايير تاع معايير امنيه باش نوري التوكاز في منس وديك الطوشا وميم طون اللي غنغل معهد متخصصين معهد التكوين هنا نغرنغ لي سبيساليتي وماذا بينا ما الا شا الاحتياج من ناحيه التكوينات اتصلني سنغ ان 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 نقترح في المعهد التكوينيه واللي في اللحن الثاني ما الا شو محتاجنا التصنيع شنو ديال الغرفه وسنا ان شاء الله ولا بطلب نس ان شاء الله. يعطيك الصحه تنمير تاون تطفي يعني بتنجم داتيني الديوال يعني ديم جورا في عجله يعني دي خدمناهم تقيمتو في عجله باش تختار شي سنين البيبان غرزمن في اللحن روحي تغرنغ المعلومات خصم ان شاء الله تفهم ونترافقوا مع بعض ان شاء الله نقير كيف كيف مغفل نقول أنه غير كيف بشنا ذي الاسم الولاية النغ وهذا اللي اسمه في اللحن النغ وهذا يبان في اللحن المجهود وفي اللحن النغ هذا يبان وستوين شيء وذن إن شاء الله تنمير ترباد يسنا مارين دهن ومد لكي متجم داني دي الغرفة الفلاحية نتكرس داني دي وارجلن ماس حمد عيسى عني والن دي مجورة دي ونتقيم التوبة تتنجم داتيني إن شاء الله إيه أخصادينا باللي دعين شاء الله كان سوى الغفل يبدو له كلا يعني معاس البحث العلمي أصل البحث العلمي حقيقة يعني نتدعى ونقل من شاء الله العلم هو لكل شيء رغم الا غنغ المعطيات مثلا المكتب الزاني في الجامعه ليتاس قسم علوم الزراعه يعني معلومات مهمه جدا ولكن مع الاسف مكدسه في المكاسب يعني اذكر غير 30 عام يقول سوا ساينات يقول السيد يوسف مستثمر اموني خصو يجي تحويل الكول السكر الى اخره يعني فعلا يقيم نهارين ثلاثه في المكتب يقيم الحار بالتالي نغلط المعلومات حكي لها 30 عام زملاء يعني وزار زملاء باحثين واسئله نخدم ولكن استلم بات ان تعاون جار الباحث الميدان الغرف الفلاحيه الفلاح يعني ان تعاون يخصب مدامين اجتوثم يعني اجتوثم من ايلان اجتوكم من الغلسات تنمير تنمنى ونتكير رايو تلكي تشي دي تلاتيو دي دبابس ان شاء الله باش ابزوان الوان ايلان دي تسيلان يعني دي الميدان ماس زن خري صالح دخشتين باتت نجم دي يعني دي والان دي مجورة دي ونتقيمتو سمعالت باش أن نختم أو نتقيمت ربا شعب والله يعني الأمنية أن أنوصل إشتان تزدين خطره كانوا نشتلو انت في مثلا المستقبل مثلا في تزدين تيجي المزداغ لازم نصربي ان شاء الله هذيك يعني البيك بروجي داز علوك ولما لا ان بروجي دو بلونطاسيون دو 10 مليون دو بالمي على مستوى ولايه الجنوب بريمير ترونش الوزير على لسان الوزير اللي لنا مليون نخله الى البروجي نزرع مليون نخله قال بريمير ترونش مليون نخله من بعد يقول حي الامنيه الثانيه اننا تاتيني تصنف كمنتوج استراتيجي يعني يعني كولتور استراتيجيك تلا حقيقة كولتور استراتيجيك 900 غرام تيني كملا الكاسيني سنوغي نغر سكيفو كوم كالوريا باش بنادم غادي يجدد قوتنا يعني خدام سادي كان الصحة تبها كل شيء يعطيك الصحة تنمير تومين تنمير تون تطفي يتلكين توشيما نغر توغم يعني توشيما نيلا نغروم يعني دوسون دانيلا تطفي وين ومين تنمير تي توغم معنا دياون تقيميتو غلداني ايت ما يستماني هو دغ الوقت ناون تقيميتو انا ما نايت لكيم تبيم اذن نغ تطفي التزعيم تان ملاقادي ايمار ويضا نقيمت ديال هنا ادلا مانه